وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الأستاذ صلاح مغاولي، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، أهلا بك. أهلا بحضرتك. كيف تقرأ استمرار هذه الخلافات داخل إسرائيل في وقت يفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف التي أعلن عنها في بداية هذه الحرب؟ طبعا هو الحكومة الإسرائيلية منقسمة الآن على ذاتها، هناك انقسام داخل الشارع الإسرائيلي نفسه، هناك مظاهرات مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، هو عمر العملية العسكرية على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على هذا القطاع، فهناك انقسامات داخل الشارع الإسرائيلي، إلى جانب أنه الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية الآن تتصاعد، وهناك مزيد من التصعيد داخل الحكومة أصبح ظاهرا للعيان وليس مخفيا على الإطلاق. هناك تباين في الرؤى بين القطاع السياسي والقطاع الأمني وقيادات الجيش الإسرائيلي الآن بسبب الحرب على قطاع غزة. هناك فشل ذريع منيت به القيادة الإسرائيلية بين يعني على هذا النحو غير المسبوق، هناك اعتداءات مستمرة على الفلسطينيين، هناك تدمير كامل للبنية التحتية، هناك يعني اعتداءات شملت أكثر من 80% من قطاع غزة تم تدميره بالكامل، إلى جانب أنه هناك أيضا يعني تصعيد للعمليات العسكرية ليس فقط داخل قطاع غزة بل تجاوزت ذلك إلى منطقة الشرق الأوسط. نجد أن هناك اعتداءات سواء من الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، أو هناك أيضا تصعيد من جانب حزب الله على شمال إسرائيل، وهناك أيضا يعني عمليات مستمرة من المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا، فالعملية امتدت إلى الإقليم بأسره ولم تعد قاصرة فقط على قطاع غزة. نعم، طيب أستاذ صلاح، على ضوء ما ذكرته حضرتك، هل يمكننا القول بأنه أو أن هذه الخلافات ستلقي بظلالها على تعامل إسرائيل مع حليفها وداعمها الرئيسي الولايات المتحدة خلال هذه الحرب وما بعد الحرب؟ هناك تباين في الرؤى بين الإدارة الأمريكية والقيادات الإسرائيلية بدأ تسريبه عبر وسائل الإعلام الأمريكية ذاتها، هناك يعني الاتصال الأخير بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حصل خلاله يعني اختلافات في وجهات النظر، وتم يعني بالفعل عدم الاتفاق على سيناريو موحد ل يعني الاستمرار العملية العسكرية الموجودة في قطاع غزة، فأعتقد أنه هذا التباين أيضا انعكس على الشارع الأمريكي الذي يعني قام بمظاهرات مستمرة على يعني الأوضاع وعلى الحرب، مطالبا بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المحتل. نعم. يعني هذا التباين والمظاهرات المستمرة من جانب الشارع الأمريكي والمواطنين الأمريكيين والمواطنين في العديد من الدول الغربية، أعتقد أنها يعني تتناقض تماما مع الدعم المستمر سواء من الإدارة الأمريكية أو من القوى الغربية. نعم. لإسرائيل، فأعتقد أن هذا يعني من شأنه أن يؤثر على مجريات العملية، خاصة أن هناك فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف التي أعلنتها إسرائيل من جراء هذه العملية التي استمرت. شكرا لك أستاذ صلاح مغاوري، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا عبر الهاتف.